بالعلم ويا العمل ضريري جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ هذه المحاضرة وهي المحاضرة 28، وموضوعها لي كومباراتيف. اشتاق لك الجنة يا سمير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذا موضوعنا اليوم لي كومباراتيف. الكومباراتيف هي وسائل تستعمل للمقارنة. Ce sont des moyens de comparaison qui permettent de donner les degrés de la comparaison. مستويات المقارنة، donc تعبر على مستويات المقارنة. ومستويات المقارنة هي ثلاثة، ما نسميه الانفيريوريتي الذي ما هو أدنى، ليغاليتي التساوي، و لا سوبيريوريتي يعني ما هو أعلى أو أكثر. ولكل هذه المستويات مصطلحات نعبر بها، إما مصطلحات تنتمي إلى الصفات أو النعوت. إذا من هذه المصطلحات nous avons moins que, aussi que et plus que. وتستعمل على هذا السياق. Pierre est moins grand que Paul. Pierre est moins grand que Paul. يعني أنا قارنت ما بين بيير وبول في القامة، فوجدت أن بيير est moins grand que Paul. يعني هنا ماذا أصنع؟ moins يعني أقل طولا، هنا grand يعني الطول، que Paul. إذا استعملت moins و que، ولكن ما بين moins و que وضعت الصفة grand، وهكذا تركب هذه الصيغة. إذا هناك Pierre est moins grand que Paul. إذا moins plus adjective plus que. La même chose pour l'égalité. L'égalité يعني التساوي. Aussi que، ونعبر عليها ب aussi que مع استعمال الصفة ما بين aussi و que. إذا Pierre est aussi gentil que Paul. Pierre est aussi gentil que Paul. بمعنى أن Pierre لطيف مثل Paul، يعني بالتساوي، مع نفس اللطف ونفس الصفة. في يعني الارتفاع أو ما هو أقصى يعني أكبر، نعبر عليه ب plus que. ونعم الصفة تأتي ما بينهما، فأقول مثلا Paul est plus grand que Pierre. Paul est plus grand que Pierre. نعم يا مريم، سأعيد الشرح من الأول. Donc قلت Paul est plus grand que Pierre. لاحظ أن plus وكو بينهما التي هي الصفة التي أقارن بها بول وبيير، فأرى أن بول أكثر طولا من بيير. أعيد أقول، إذا الكومباراتيف هي وسائل تمكنني من المقارنة، وهي تمكنني من إعطاء مستويات المقارنة.
les trois degrés de comparaison. Hein, ce sont les trois degrés de comparaison. Et dans les trois degrés de comparaison, au مستويات المقارنة الثلاث هما l'infériorité, يعني الأدنى ما هو أقل, hein, l'égalité ما هو التساوي, يعني ما هو يساوي في في الشيء, و la supériorité ما هو أكثر, يعني الأقصى الأكبر. إذن وأعبر على ذلك باستعمال المصطلحات moins que بالنسبة للانفيريوريتي, يعني أقل من, aussi que, يعني مثل في المقارنة, يعني l'égalité, و plus que, أكثر من, plus que, أكثر من. إذن فعندما أستعمل الصفة في المقارنة, يعني الأبجكتيف, كيف أركب الجملة؟ أركبها بهذه الطريقة, مثلا للتعبير عن الانفيريوريتي, يعني على الأدنى أو على الأقل, أقول مثلا بيير اي موان غران كو بول, وأضع الصفة التي هي غران ما بين موان وكو. Then Pierre est moins grand que Paul. وهنا معناها أن بيير أقل طولا, لأن grand ici تدل على القامة, على الطول وليس الكبر, يعني ليس large, مش السن, ولكن هنا grand تعني القامة أو الطول. إذن Pierre est moins grand que Paul بمعنى, نعم, مثلا منال اي موان غراند, يا زيتا لازم تقولي غراند لان منال فيمينا, منال فيمينا, اقول غراند كو كوثر. دونك نو غراند لا تدل على لو بوان, لا تدل على لو بوان, غران تدل على الطاية بالنسبة للإنسان, يعني لا طاي بالنسبة للإنسان, غران دو طاي. إذن قلنا بيير اي موان غران كو بول. بالنسبة للتساوي, بيير اي أوسي جنتي كو بول, يعني أن بيير لطيف مثل بول, يعني بالتساوي. لاحظوا قلنا التركيب هو أوسي plus l'adjectif gentil plus que, و التعبير على la supériorité, يعني على الأكثر وعلى ما هو الأقصى, أقول plus que. إذن Paul est plus grand que Pierre, Paul est plus grand que Pierre. لاحظوا أن هنا قلنا Pierre est moins grand que Paul, وهنا Paul est plus grand que Pierre. نفس التركيب, plus et l'adjectif grand et que, دائما بهذا الترتيب. Bien, voilà, c'est bien. Fadwa est plus grande que Amel, c'est bien. نأتي الآن إلى الأدفيرب, يعني إذا كان عندنا في المقارنة الأدفيرب وليس الأدجكتيف, يعني ليس الصفة ولكن الأدفيرب. ألوغ ماذا أستعمل؟ دائما نفس الصيغ, يعني نفس الكلمات, موان كو, أوسي كو, بلوس كو, ولكن أقول مثلا بيير كور موان فيت كو بول. لاحظوا أن vite هذا c'est un adverbe. Alors moins vite que Paul. Ici vous avez moins plus l'adverbe plus que. يعني نفس التركيب اللي عملنا مع l'adjectif. Aussi que, نفس الشيء, Pierre chante aussi bien que Paul. Alors Pierre court moins vite que Paul, بمعنى أن بيير يجري أقل سرعة من بول. وهنا بيير شانت أوسي بيان كو بول, أن بيير يغني يعني جيدا مثل بول, يعني بنفس الجودة. لكن هنا بول كور بلو فيت كو بيير, بول يجري أكثر سرعة من بيير.
إذا وعندما يكون عندي الاسم في المقارنة، يعني أريد أن أقارن باستعمال اسم، فهنا أستعمل moins de que. لاحظوا وجود la préposition de فيما قبل مع الأدجكتيف ومع الأدفير يافي با دو، يعني ما كانتش عندنا دو، كانت moins plus l'adjectif plus que. ومع l'adverbe كذلك moins plus l'adjectif plus que plus l'adverbe pardon plus que. نفس الشيء بالنسبة aussi que بالنسبة plus que. إلا أن لما نستعمل الاسم في l'adverbe الإعادة في l'adverbe d'accord. بالنسبة l'adverbe قلنا هي نفس التركيب مثله مثل l'adjectif. يعني أن الأدفيرب يأتي ما بين الموا، يعني صيغة المقارنة اللي هي موان كو، يأتي بينهما. هنا الأدفيرب هو فيت. نفس الشيء بالنسبة لبيان، يأتي ما بين صيغة المقارنة اللي هي أوسي كو، وهذه الصيغ تتركب من اسمين، من الاسم الأول الذي هو موا والاسم الثاني أو الكلمة الثانية التي هي كو. كذلك aussi كو و plus كو، وبينهما يأتي الأدجكتيف أو الأدفيرب أو النوم، وسنرى كذلك الفيرب وكذلك لي بريبوزيسيون، وهنا بطبيعة الحال مع تركيبات مختلفة. بالنسبة للأدجكتيف والأدفيرب التركيب هو هو نفسه، ليس هناك تغيير. يعني moins plus adjectif plus que، moins plus adverbe plus que. نفس الشيء في l'égalité، نفس الشيء في la supériorité. alors قلنا Pierre court moins vite que Paul، يعني أن Pierre يجري أقل سرعة من Paul. Pierre chante aussi bien que Paul، بمعنى أن Pierre يغني بنفس يعني الجودة que Paul. و Paul court plus vite que Pierre، بمعنى أن Paul يجري أكثر سرعة من Pierre. هل الصوت واضح بالنسبة للجميع ولا بالنسبة لويزا فقط؟ لويزا. طيب إذا أستمر. nous écrit deux en place de que. non 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 le féminin لا لا علاقة له. le féminin عندما يكون عندي l'adjectif féminin فإنه يسري عليه التطبيق الفيمينان الذي رأيناه في الفيمينان ديز أدجكتيف. هذا رأينا الدرس من قبل. فمثلا غرا إذا كانت توتالوغ مثلا زي زيدا ولا زيتا كتبت منال إي بلو غران دو بلو غران دو كو جو سي با كو أمل. إذا هنا غراند هي التي تأخذ المؤنث، يعني صفة المؤنث بإضافة الأو. لكن بالنسبة لموان كو أوسي كو بلوس كو هذا لا يتغير، لا بالنسبة للمذكر ولا بالنسبة للمؤنث. لكن عندما يكون عندي في المقارنة اسم، أقول اسم ولا أقول مؤنث ولا مذكر. ف نعم عندما تكون فتاة بدل أقول مثلا أمال، مثلا عوض أقول بيير إي موان غران كو بول أقول أمال إي موان غران دو أو دو، لأن غران هنا هو الصفة التي يطبق عليها التفرقة في المؤنث والمذكر. إذا غران دو افيك أو على فان كو سعاد مثلا أمال est plus moins grande que سعاد، أو لا أمال est aussi gentille. هنا gentille سأضيف ال ثانية و أ que سعاد. نفس الشيء ici Paul est plus par exemple أمال أو لا سعاد est plus grande que أمال. Est-ce que c'est compris, Maria?
D'accord. Alors, je continue. Et dans le signal 2, عوض que, ليس بالنسبة وليس عوض que, attention, ليس عوض que, أضيف إلى moi, أضيف de, مثلا عندما يكون عندي في المقارنة اسم, le nom, فأقول moins de que, moins de que, وأضع ما بين moins de و que, أضع الاسم الذي أريد أن أقارن. Autant, attention, هنا لاحظوا أن عندما يكون عندي الاسم الشامل autant de وليس aussi. الشامل autant de que. و autant de تعني بالتساوي يعني تساوي égalité نفس الشيء. Plus de que. فأقول مثلا Pierre a moins de livres que Paul. Pierre a moins de livres que Paul. أن Pierre عنده أقل من من بول. بيير عنده أقل من الكتب من بيير. لا هذا لو فيرب هذا فيرب لأن الاسم هنا في المقارنة هو ليفر ولكن هنا هي كيف سأستعمل سأستعمل متسم لا الاسم سيأتي بعد موان دو ولكن بيير عنده لو فيرب افوار عنده نعم بيير موان دو ليفر كو بول يعني بيير عنده اقل كتب من بول نفس الشيء بالنسبة لأوتون بيير أوتون دارجون كو بول Pierre a autant d'argent que Paul. يعني أن بيير عنده نفس المال كو بول. يعني أنهم عندهم نفس النقود بالتساوي. وي مثلا أقول هند أ أتونسيون هند أ موان دو جو هند أ موان دو جو كو فرح هنا لابد من استعمال لو فيرب لأن هذه جملة لابد من استعمال فيها الفعل. بول مثلا بول a plus de livres que Pierre. بول a plus de livres que Pierre بأن بمعنى أن بول عنده أكثر من الكتب من بيير. فوالا. الآن عندما يكون في المقارنة فعل. وليس اسم وليس صفة وليس أدفير عندما يكون عندي فعل في المقارنة هنا لاحظوا أن موان كو تأتي متصلة يعني ليس هناك فرق يعني أن موا وكو تأتي مباشرة بعد موا وكذلك أوتون كو تأتي مباشرة بعد أوتون و بلوس كو تأتي مباشرة بعد بلوس وليس هناك فرق كما عملت هنا بنقاط هذا يعني أن ما بين النقاط ما بين بلوس وكو توجد إما الصفة يا إما الأدفيرب يا إما الاسم ولكن عندما يكون عندي الفعل هناك تركيب آخر مختلف exemple, elles ont plus de solutions, ya Rada. Plus de solutions que nous. لاحظي أن أنت عندك في المقارنة solution هي التي في المقارنة. إذا لازم تقولي plus de solutions que nous. نعم. إذا أقول بالنسبة للverb عندما يكون في المقارنة الفعل أقول moins que. إذا كيف؟ Pierre travaille moins que Paul. Pierre travaille moins que Paul. وهنا le verbe travailler هو الذي في المقارنة. يعني أن Pierre يعمل أقل من Paul. Pierre يعمل أقل من Paul. أو autant de Pierre travaille autant que Paul. أن يعني Pierre يعمل بالتساوي. مع بول يعني أنهم يعملان بنفس التساوي
فراح اكخي موان كو هند. وي اكخي، ولكن يا زيتا لازم تصرفي الفعل اكخي، لا تكتب هكذا، هذا المصدر وليس الفعل المصرف، لابد من تصريف الفعل. بلوس كو، دونك بول ترافاي بلوس كو بيير، بول يعمل اكثر من بيير، بول ترافاي بلوس كو بيير. بيان، اذا هذا عندما يتعلق الامر ب بمقارنة الاكسيون، يعني الفعل، مقارنة الفعل. اذا شفنا مقارنة الصفة، مقارنة لادفير، مقارنة لو نو يعني الاسم، ومقارنة الفعل. وي محمد مانج بلوس كو حميد، سي بيان مومو، سي سا. دونك محمد مانج بلوس كو حميد، سي بيان، ولكن حاول تفرق. وي على حسب انت عندك توجور اون كونجوغ لو فيرب بريزون. لا لا، بس مش بالضروري، يعني على حسب السياق. يتطلب الماضي ستستعملين الماضي، لو كان مستقبل ستستعملين المستقبل، الامر يتعلق بالسياق. hier demain على حسب السياق اللي عندك. وي اذا لا بروبوزيسيون، الان عندما استعمل بلوس في بروبوزيسيون يعني في جمله مركبة، في جملة مركبة يعني تكون ليس جملة سامبل يعني بسيطة، ولكن تكون الجملة مركبة. والجملة مركبة عندما يتعلق الأمر فيها بأكثر من فعل واحد، يعني إن أجد أكثر من فعل واحد يصبح الأمر في عندي جملة مركبة وليس جملة بسيطة. عندما تكون الجملة مكونة من فعل واحد تكون الجملة بسيطة. إذا عندما أريد أن أركب الجملة يعني مركبة وليس بسيطة، هناك يمكن أن أستعمل بلوس بلوس تأتي في نفس الجملة، أو موا موا، أو بلوس موا، أو موا بلوس، وسنرى كيف. مثلا plus il mange plus il a faim، plus il mange plus il a faim، يعني اكثر ما ياكل اكثر ما يجوع، يعني شحال ما كياكل شحال ما يجوع، يعني شحال ما ياكل شحال ما يحس بالجوع، وهذا هو معنى الجمله plus il mange plus il a faim. ولاحظوا أن هنا عندنا فعلين، وإذا هنا ما دام عندي الجملة مركبة، إذا المقارنة تتم بهذه الطريقة plus il mange plus il a faim. moins il travaille moins il a envie de travailler. نعم نعمل له حرير. Moi, il travaille. Moi, il a envie de travailler. يعني أقل ما يخدم أقل ما ما عندوش ما يبقاش عنده يعني رغبة في العمل. إن الإنسان الكسول أكثر ما هو ما لا يعمل أكثر ما يبقاش عنده رغبة في العمل. إذا moi, il travaille. Moi, il a envie de travailler. Plus je l'écoute, moins je le comprends. يعني أكثر ما أنا نسمعه أقل ما نفهمه، يعني أكثر ما أسمعه أقل ما أفهمه. وهنا عندما يتعلق الأمر بالتضاد، عندما يكون عندي شيء يعني متناقض. أعرف اسم الكتاب إيه؟ أي كتاب يا مي؟ هذا ليس كتاب، هذا فقط دروس يعني أركبها من موقع اسمه الفرنسي ديبيتون، فرنسي ديبيتون يعني الفرنسية المبتدئين. يمكن أن تدخلي إليه وتجدي فيه الدروس المطلوبة.
لا، أنا قلت لك لا أعطي من كتاب، ولكن أنا أخذ من موقع اسمه الفرونسي ديبيتان، وأحضر هذه المحاضرات. إذا أردت أن ترجعي إليه اكتبي فقط في جوجل فرونسي ديبيتان، سيعطوك الموقع مباشرة. قلت وتوتالور، يعني بعد قليل سندخل للتمارين في نفس الموقع. أكمل. Moins je te vois, plus je suis content. Moins je te vois, plus je suis content. هذا إذا كنت لا تحب شخص. أقل ما أشوفك أكثر ما أنا فرحان، يعني من الأحسن ما أشوفكش. هذا من إذا كنت لا تحب شيء شخص تقول له moins je te vois, plus je suis content. وهذه إذا عندما يكون الأمر يتعلق ب تركيب جملة مركبة بمقارنة مع استعمال لي دوغري دو كومباريزون، يعني مستويات المقارنة، إما بلس بلس، إما موا موا، إما بلس موا، يا إما موا بلس. فوالا، إذا هذا بالنسبة للدرس العام. الآن سنرى بعض الملاحظات. كو et deux. Sans يعني نو في هذا التركيب ليس هناك مساواة، يوجد فقط إما الأكثر وإما الأقل. وعليكم السلام يا محمد. إذا نستمر. قلنا بعض الملاحظات، دي غومارك. Que et de sont apostrophés devant une voyelle ou un h aspiré. بمعنى أن que نحذف ال e وde نحذف ال e ونضع الابوستروف عندما يكونون يعني مع voyelle، وهذا بالنسبة رأيناها من قبل. Chaque fois une voyelle. Voilà, voilà, c'est ça, Zita. Alors au lieu d'écrire que il, on écrit qu'il. D'accord? Alors, أقول Pierre a moins d'argent. لاحظوا d'argent, des apostrophes. Hein? Quel? Que apostrophe. Donc, na, ma, les voyelles, نحذف le e de et de que. Hein? Et des apostrophes, عندما يكون, مثلا, il y a plus de femmes que d'hommes. مثلا, il y a plus de femmes que d'hommes. Voyez, des apostrophes, vous allez mettre avec H des apostrophes. Alors, pour mettre en comparaison deux adjectifs, la construction est la suivante. الآن قبل قليل قلنا أن نقوم بمقارنة الصفة. عندما يكون عندنا صفة واحدة رأينا قبل قليل كيف نركب الجملة، لكن الآن عندما يكون عندنا صفتين وأريد أن أقارن بهذه الصفتين، فكيف سأستعمل أو كيف سأركب الجملة؟ أركب الجملة على هذه الطريقة، أقول مثلا cet animal est plus rusé qu'intelligent. Cet animal est plus rusé qu'intelligent. هنا قمت بمقارنة الصفتين، بمعنى أن هذا الحيوان أكثر، يكون أكثر يعني غزي حيلة، أكثر حيلة من الذكاء، يعني هو فيه ما أقول أنه فيه الحيلة أكثر من الذكاء، أنه مراوغ وليس ذكي. مثل الثعلب مثلا، أقول il est rusé et il n'est pas intelligent. Donc cet animal est plus rusé qu'intelligent. تلاحظنا أن لمقارنة الصفتين، إذا plus زائد الصفة الأولى que زائد الصفة الثانية. وهنا استعملت que apostrophe لأن عندي une voyelle. وي لا بد من ك، لان احنا لاحظنا مع الصفه نستعمل ك ولا نستعمل دو موان ك.
إذا موان بلوس أدجيكتيف بلوس كو بلوس أن أوتر أدجيكتيف. يعني ماشي فحال هنا مثلا عندنا المقارنة بصفة واحدة، لا هنا المقارنة بين الصفتين، أنا أقارن الصفتين ولا أقارن الأشخاص، هنا أقارن شخص واحد عنده صفتين، فالصفة الأولى أكثر من الصفة الثانية. إذا لاحظوا cet animal est plus rusé qu'intelligent، إذا هو أكثر rusé يعني حيلة، و أقول سأدري بالضبط ماذا أسمي هذا بالعربية، rusé يعني فيه الحيلة يعني محتال، محتال من كونه ذكي. cet animal est plus rusé qu'intelligent، ماكر، فلا نعم ماكر، واكثر مكرا من الذكاء. Alors maintenant pour mettre en comparaison deux noms la construction est la suivante. الان اذا كنت اريد ان اضع في المقارنه اسمين وليس اسم واحد مثل ما كان في المثال في المجموعه الاولى، اذا التركيب يكون على الشكل الثاني. J'ai plus de photos que de livres. لاحظوا أن deux plus deux plus non plus que plus deux plus non. إذن j'ai plus de photos que de livres. بمعنى أن عندي أكثر صور من الكتب. عندي أكثر من الصور من الكتب. إذن J'ai plus de photos que de livres. لاحظوا plus de الاسم le nom que de الاسم مرة أخرى. يعني هنا أقارن ما بين photo و livre وأستعمل plus de que de. Pour mettre en comparaison deux verbes. يعني الآن إذا أردت أن أقوم بمقارنة فعلين، la construction est la suivante، يعني التركيب يكون على هذه الطريقة. Certains adjectifs، pardon، il s'amuse plus qu'il ne travaille. Il s'amuse plus qu'il ne travaille. ولاحظ هنا s'amuser هو الفعل الأول، et travailler هو الفعل الثاني. وقارنت ما بينهما ورأيت أنه il s'amuse هو يلعب ويمرح plus qu'il ne travaille أكثر مما يعمل، هو يمرح ويلعب أكثر مما يعمل. إذن لاحظوا التركيب كيف هو، construction هو التركيب يا مريم، تركيب الجملة la construction هي التركيب بناء الجملة. إذن il s'amuse هو يلعب ويمرح plus que، ولاحظوا هنا الجزء الأول مكون من الفاعل والفعل ثم plus que والفاعل نفسه هو il travaille. ولاحظوا أن بعض بين القوسين وضع، لأن هذه نو هي ليست إجبارية في الجملة ولكن أستعملها لكي أخفف النطق، لأن إذا قلت il s'amuse plus qu'il travaille تعطيني شوية نطق أو جملة ما تبدو غير سليمة، فأقول il s'amuse plus qu'il ne travaille. qu'il ne travaille ونو هنا أضعها بين قوسين أو يمكن أن أحذفها، لكن من الأحسن أن أستعملها. Donc il s'amuse plus qu'il ne travaille. Voilà. إذا هذا بالنسبة لمقارنة شيء إما اسمين أو صفتين أو فعلين في نفس الجملة، فالتركيب دائما يكون على الطريقة التي رأيناها. لا هذه ليس نو دو نيغاسيون، لا ليست نو دو نيغاسيون، هذه نو فقط لي كوضع توازن في الجملة، لكي أضع توازن في الجملة فقط، هي كلمة
تضاف فقط لتحسين نطق الجملة أو لتحسين صيغة الجملة بطريقة أفضل، أما هي لا تعبر، لا هي نيجاسيون ولا شيء. كيل ترافاي ممكن أقول il s'amuse plus qu'il travaille، il s'amuse plus qu'il ne travaille، نفس الشيء يعني نفس التعبير، لكن نو هنا تعطيني نطق أحسن. ألوغ الآن certains adjectifs ou adverbes ont un comparatif irrégulier. يعني هناك بعض الصفات وبعض les adverbes اللي التعبير أو الكلمات التي أقوم بالمقارنة فهي تعطيني مقارنة غير متزنة، يعني غير ريغولييغ مواظبة. مثلا عندما أخذ لوجيكتيف بون، لوجيكتيف بون لو فيمينان بون، ألوغ لو كومباراتيف دو بون اي بون هو ميور اي ميور، ميور بدون او للمذكر وميور بأو للمؤنث. بالنسبة لموفي اي موفيز، يعني موفي للمذكر موفيز للمؤنث، الكومباراتيف هو بير فورم دانسيستونس، يعني لأركز أو لأركز على هذا أقول بير، وسنرى الأمثلة. ممكن أن أقول بلو موفي بلو موفيز، بيتي اي بيتيت الكومباراتيف هو مواندغ، مواندغ بور أبريسي لا فالور اي لامبورتونس، يعني لكي أقيم القيمة والأهمية أستعمل مواندغ، إذا كان من أجل لاطاي يعني القامة ولا لا موزور فأنا أستعمل بلو بيتي إي بلو بيتيت، بلو بيتي إي بلو بيتيت بور لاطاي إي لا موزور. بيان لو كومباراتيف هو ميو، مال لو كومباراتيف هو بي ولكن أستعمل كذلك plus mal. إذا سنرى بعض الأمثلة التي توضح ذلك. مثلا ton dessert est meilleur que le mien، لا أقول plus bon que le mien، ton dessert est plus bon que le mien، أقول meilleur لأن plus bon تساوي meilleur. ton dessert est meilleur que le mien، يعني الدسير أو التحلية بتاعتك أحسن من تحليتي، يعني الدسير بتاعتي لميا. لاحظوا أن كنا ممكن أن يأتي بعدها ضمير الملكية لميا. كذلك ta dictée est plus mauvaise que celle de ton frère. plus mauvaise هنا ممكن أستعمل plus mauvaise، إذا أقول ta dictée يعني إملاؤك est plus mauvaise que celle de ton frère، ولاحظوا استعمال كذلك ضمير الإشارة، لأن كو يمكن يأتي وراءه ضمير الإشارة، يمكن يأتي وراءه ضمير الملكية، الاسم، الفعل إلى آخره. Ma situation financière est pire que je ne le pensais. Ma situation financière est pire que je ne le pensais. يعني وضعيتي المالية أسوأ، pire هي plus mauvais، pire يعني هنا أحاول أن أؤكد أكثر، أقول ma situation financière est pire que je ne le pensais، هي أسوأ مما كنت أظن. Ce film a eu un succès moindre que prévu. بمعنى أن هذا الفيلم حصل على نجاح أقل من المتوقع. Ce film a eu un succès moindre أقل من que prévu المتوقع. prévu هي متوقع. إذا moindre هنا للتعبير عن القيمة. La valeur et l'importance. والأهمية.
Pierre parle bien le français, mais Paul le parle mieux. يعني أن بيير يتكلم جيدا الفرنسية ولكن بول يتكلم أحسن. ميو إذن بيان لو كومباراتيف هو ميو. بي سوتيليز دون لي إكسبرسيون تون بي دو مال أون بي دو بيز أون بي. يعني أنا هذه الكلمة هذه بي لا نستعملها في أي يعني عندما أريد أن أقول بلو مال ممكن أن أقول tout simplement plus mal, ولكن عندما استعمل بي فهي تستعمل في عبارات معينة مثل tompi tompi de mal en pi يعني هنا من سيء إلى أسوأ de mal en pi معناها de سيء إلى أسوأ de pis en pi يعني من أسوأ إلى أسوأ ها de pis en pi من أسوأ إلى أسوأ. هذا هو الدرس المتعلق بالكمباراتيف. إذن أعيد الكمباراتيف عندنا ثلاث مستويات الانفيريوريتي الدنيا الليغاليتي المساواة والسوبريوريتي اللي هي الأكثر والأكبر يعني الأقصى في المقارنة. يمكن أن أقارن بين صفتين، يمكن أن أقارن بين الverb باستعمال pardon، يمكن أن أقارن باستعمال الصفة باستعمال الverb باستعمال الاسم باستعمال كذلك الفعل وأقارن كذلك في جملة مركبة. ممكن أن أقوم ب مقارنة صفتين أو مقارنة اسمين أو مقارنة فعلين. وهناك بعض الصفات أو الأدفيرب التي عندها يعني كومباراتيف مقارن غير منتظم مثل بون الذي يصبح ميور موفي الذي يصبح بير بتي اللي يمكن يصبح مواندر بيا الذي يصبح ميو ومال الذي يصبح بي. لا dernière phrase يا مريم يعني بي s'utilise dans les expressions يعني أن بي هذه لا يمكن أن تجدها هكذا لوحدها. يعني لا أقول مثلا إلي بي يعني إلي مال إلي بي كو سون فرير إلي أقول إلي بير بير يعني موفي داكوغ. ولكن بالنسبة مال نو مال أقول مثلا هي تستعمل عندما أستعمل المقارن المرادف لمال فأنا أستعمله إما باستعمال بلو مال أو إذا أردت أن أستعمل بي تعني أسوأ أسوأ. فهي تستعمل فقط في ليزيكسبرسيون يعني في عبارات مركبة أصلا هي موجودة في اللغة هكذا مركبة مع تومبي دو مال زومبي دو مال أومبي دو بي زومبي. هي تركب دائما بهذه الشكل. إما أقول مثلا il va de mal zompi pardon il va de mal en pi يعني أنه يمشي من سيء إلى أسوأ de mal en pis. أو لا son travail est de pis en pis يعني عمله من أسوأ إلى أسوأ ولكن ton pis هذه تستعمل كعبارة مثلا مثلا أحد لم يعمل عمله تقول له ton pis إذن سمال ولكن أنت تتحمل مسؤوليتك عندما تقول طمبي. إذن كأنك لا تكترث أنت المسؤول إذن سيء بالنسبة لك. لا يعني لا بأس هذيك طوميو طوميو من الأحسن. نعم la phrase entre parenthèses pour apprécier la valeur d'importance ou pour indiquer la taille et la mesure. هذي bon alors moindre عندما أستعمل moindre
أكون متى أستعملها؟ أستعملها لكي أقيم قيمة الأهمية. يعني أن مثلا أقول ce film a eu un succès moindre que prévu، بمعنى أن هذا الفيلم حصل على نجاح أقل من المتوقع. وأقل هنا استعملت مواندغ لماذا؟ لأني أقصد القيمة وأقصد الأهمية. لكن عندما أستعمل بلو بيتي كو فهنا أقصد القامة. مثلا سميرة بلو بيتيت كو نوال، بلو بيتيت كو نوال بمعنى أن قامة سميرة أقل من قامة ماذا قلت منال مثلا. إذا هنا أقول أقصد الطاية أو الوزن أو يعني القياس عندما أقيس، هذا هو المقصود. إذا نمر الآن إلى التمارين ونقوم بها إن شاء الله. إذا طبعا إذا هناك إذا تضغطون على الصفحة، إذا على الرابط، ونفتح الصفحة. وأقول لي الآنسة، أظن الآنسة سألتني قبل قليل، لا أذكر اسمها، طلبت مني ما فيش مشكلة يا عفاف، الرابط هنا هو رابط التمارين فقط. إذا هو رابط التمارين ونشكر ذلك. مي، نعم مي سألت قبل قليل عن الموقع الذي أخذ منه هذه الدروس. ممكن تدخلي يا مي إلى هذا الموقع، فرونسي بور تو، سي بور لي ديبيتون، يعني فرونسي بور ديبيتون، فيه تمارين فيه دروس. إذا كانت يعني مستواك جيد في اللغة الفرنسية دونك يمكنك أن تفهمي مباشرة من الموقع. إذا كان عندك مشكل إذا تبعي الشرح الذي أعطيته في المحاضرات السابقة. نعم يا أحمد، ممكن تعملي لنا دورة أخرى بعد نهاية هذه الدورة. لا أستطيع أن أعيد شيء الآن لأني لا أعرف كيف سيكون ظروفي بعد ما تبدأ الدراسة. أنتم تعرفون الآن نحن في نهاية الصيفية، وابتداء من الشهر المقبل إن شاء الله نبدأ الدراسة. بقي محاضرة واحدة، هي محاضرة يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، أتمنى ذلك. إذا قلت محاضرة واحدة وننهي هذه الدورة إن شاء الله، وعندما نبدأ السنة الدراسية إن شاء الله بخير وعلى خير، وكل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. سأرى حسب ظروفي إن كانت بإمكاني تحضير دورة جديدة، سأعلم الدارين بذلك وأقوم بتقديمها. وإن كانت ظروفي لا تسمح فأتمنى أن تعذروني، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. لا شكر على الواجب. وي سي فيني لي فاكونس سي فيني. Alors on ouvre la page. يعني افتح الصفحة إن شاء الله يا سمير. شكرا لك على هذا الدعاء الجميل. اللهم اجمعنا كلنا في جنات الخلد إن شاء الله يا رب. نفتح الصفحة إن شاء الله. شكرا لك يا سمير، شكرا لك. نفتح الصفحة. طيب أتمنى أن يفتح الجميع الصفحة لكي نبدأ التمارين. أيمن، الصفحة هي في الرابط الذي نشرناه قبل قليل، سأعيد نشر
اذكره مرة ثانية واضغط عليه ولا هو من ياسر وانشره انا كذلك مرة اخرى. تنقم بالضغط على الرابط وستفتح لك صفحة التمارين بالنسبة لهذا الدرس. صافي فتحت الصفحة، يلا نبدأ التمارين إن شاء الله. إذن choisissez la bonne réponse، اختاروا الجواب الصحيح. Je parle plus français que Maxime ou bien je parle plus de français que Maxime ou bien je parle mieux français que Maxime. أيهم صحيح؟ هناك من يعطيني واحد، هناك من يعطيني اثنين وثلاثة، إذن ليس هناك. إذن سنحلل الجملة. الجملة هنا parler français، مقارنة هنا في parler français. احنا عندنا ماذا نقصد؟ فرنسي هنا اللغة، هنا فرنسي اللغة. المقصود ماذا أقيم، يعني ماذا أقارن؟ أقارن جودة الكلام بالفرنسية ولا أقارن جودة الكلام؟ نعم، إذا هو في الأصل بيان، يعني المقصود هنا je parle français et Maxime parle français، أليس كذلك؟ je parle français et Maxime parle français. je parle français، je parle bien français، je parle bien français. Maxime parle bien français. ولكن من منا يتكلم أحسن من الثاني؟ أنا طبعا. إذا ما هو الكومباراتيف لي بيان؟ هو ميو، هو ميو. إذا je parle mieux français que Maxime. je parle mieux، يعني أنا أتكلم فرنسية أحسن من ماكسيم، هذا المقصود. إذا الجملة الثالثة، التمرين الثاني، je mange moins légumes que toi، autant de légumes que toi، aussi légumes que toi. يعني حاولوا تفكروا مزيان قبل ما تجيبوا، قبل الجواب فكروا مزيان. أولا ما هي الكلمة التي في المقارنة؟ ما هي الكلمة التي في المقارنة؟ ليجوم، نعم. ليجوم ماذا هي؟ هل هي صفة أم أدفيرب أم نو أو اسم؟ ما هي؟ سيت أن نو. إذا مادام عندي أن نو، مادام أنها نو يعني اسم، ما هو التركيب الذي أستعمل مع اسم مع الاسم؟ إذا يكون عندي يكون عندي إما موان دو أو لا أوتون دو وإلا بلوس دو ك. إذا سيكون جواب أوتون دو ليجوم ك توا. Je mange autant de légumes que toi. لا تسرعوا في الجواب، فكروا جيدا وشوفوا ماذا عندكم قبل أن تجيبوا الجواب الصحيح. مفهوم الآن؟ طيب جملة ثالثة، Le matin je fais plus exercice que le soir. meilleur exercice que le soir, autant d'exercice que le soir. ما هي الكلمة التي مقارنة هنا؟ قارن ماذا هنا؟
Est-ce que je compare le matin et le soir? Voilà, ce sont les exercices. Naam, exercices. Il y a le kalima lati. Yani ana, je fais des exercices le matin, je fais des exercices le soir, et maintenant, aqoum bil muqarana, je fais autant d'exercices que le soir. Et exercice, c'est un nom. Exercice, c'est un nom. Madame annahu un nom, idan ghaykoun andi autant de. Autant d'exercices que le soir. نعم تفضل يا محمد تفضل مع السلامة. إذن قلنا le matin je fais autant d'exercices que le soir. الجملة الرابعة la tarte aux pommes est mauvais mal meilleur. La tarte aux pommes est meilleure. نعم نعم أحسن. La tarte aux pommes est meilleure. Allah يجزيك بكل خير يا أستاذ محمد. بارك الله فيك. نعم meilleur féminin. وهنا لاحظنا أن mauvais ليس féminin وكذلك mal. Then la tarte aux pommes est meilleure. Pour meilleur كتبت avec E à la fin. Elle conduit meilleur qu'avant, mieux qu'avant, plus bien qu'avant. Et le réponse sahih. Elle conduit. Alors, meilleur, il y a les bons. Plus bien, moi, il y a مقابل plus bien, il y a عفافي. مرادف plus bien. On a لاحظوا في tableau. الثاني ليس عندي plus bien. Bien يقابلها mieux. ليس عندي plus bien ولكن عندي mieux. وهذا هو المقصود أنها elle conduit plus bien. نعم يعني تسوق أحسن. وللتعبير عن أحسن أستعمل mieux وليس plus bien. Then elle conduit mieux qu'avant. Mon professeur de français parle autant vite que mon professeur d'histoire, plus vite que mon professeur d'histoire, moins de vite que mon professeur d'histoire. Alors, le jawab, c'est mon professeur de français parle plus vite que mon professeur d'art. C'est bien, Yasser. Là, نقول moins, لأن هنا عنا المقارنة مع vite. Vite, هي التي في المقارنة. Plus vite que. لا أقول moins de vite. و vite رأيناها في المثال الذي أعطيناه في الجدول الأول. لاحظوا. Moins vite que. Moins vite que. أو لا. Plus vite que. Aussi bien que. لا أقول أشهد أن لا إله إلا الله إذن أقول mon professeur de français parle plus vite que mon professeur d'histoire مع الأدفيرب لا أستعمل moins de أو لا plus de أو لا autant de Autant de, moins de, plus de, أستعملهو مع le nom. وليس مع l'adverbe. أنا عندي في الجملة vite. والذي هو adverbe. La première phrase est fausse. Autant vite que. Mais là, أقول autant vite. Aussi vite. ممكن أن أقول aussi vite que mon professeur d'histoire. لكن autant vite, là, أقولها. هذه خطأ. الجملة السابعة Les filles espagnoles sont autant jolies que les filles françaises ou bien moins de jolies que les filles françaises ou bien aussi jolies que les filles françaises نعم دان جواب التالت نعم aussi jolies que les filles françaises c'est bien c'est ça
نعم aussi joli que إذن aussi زائد صفة التي هي joli زائد que sont aussi jolies que les filles françaises. الجملة الثامنة il gagne plus de argent que moi ou bien plus d'argent que moi ou bien aussi d'argent que moi. ما هو الصحيح؟ الصحيح هي الجملة الثانية يا صالح وليست الأولى التالية يا روان. لماذا؟ لأن il gagne plus de كيف كتبت؟ plus de argent. بالنسبة للجملة الأولى يا صالح، احنا قلنا لما يكون عندي دو ويكون الكلمة الثانية تبدأ ب فويل فإني أضع أبوستروف، إذا تبقى الجملة الثانية هي الصحيحة plus d'argent que moi، ولا أقول aussi d'argent. إذا أردت أن أعطي التساوي أقول autant d'argent وليس aussi d'argent. aussi لا أستعملها مع الاسم، مع الاسم أستعمل autant de. alors c'est bien. Et le jumelle de Sarah, elle est aussi sérieuse que son frère. Elle est autant sérieuse que son frère. Elle est plus de sérieuse que son frère. Alors, ayo jumelle sahiha. Naam, aussi sérieuse que son frère. Al jumelle l'oula, et al jumelle as-sahiha. Naam. Idan, hada binisba lihada. Et le document des comparatifs pour le télécharger. Bah, il est là, hein, le document, il est sur le tableau, celui-là. Alors, vous l'avez sur le tableau. Complétez avec un comparatif de supériorité, et n'est plus, ou bien d'infériorité, ou d'égalité et faites des transformations nécessaires. يعني انهم لما يوضعوا لك moins بين قوسين يعني انك تستعمل comparatif d'infériorité يعني مقارن في الدنيا égal تستعمل l'égalité ou plus تستعمل supériorité. دعنا نشوف الجملة. un ouvrier gagne وهنا عندك moins. كم الجملة؟ un ouvrier gagne argent un ingénieur. Oui. Donc un ouvrier gagne moins d'argent qu'un ingénieur. Moins d'argent qu'un ingénieur. ك وك هنا ستضع لها أبوستروف يا مريم. moins d'argent qu'un ingénieur لأن un ingénieur تبدأ ب voyel. أيمن لا نستعمل plus de لأن عندنا بين قوسين علامة ناقص يعني moins de. الجملة ب الجملة ب عندنا بين قوسين علامة égal يعني تساوي. Les Français ne mangent pas pâtes les Italiens. Autant نعم autant de pâtes que les Italiens. C'est bien Yassir. يسير هو الذي كتب يعني الصيغة صحيحة. إذا autant de عد que مع وضع يعني الفراغ ما بينهم. autant de pâtes que les Italiens. وأقول autant de pâtes وليس autant de pâtes. لا أقول autant de. هي دائما دو لا تتغير. إذا يا ياسر لا أقول أوتون دي أقول أوتون دو
pâte que les Italiens. Jumla C, Anna Alamet. Les gens vivent longtemps et plus bien avant. Alors, les gens vivent انتظر انتظر الجواب les gens vivent عندنا علامة زائد يعني plus longtemps et vous avez plus et vous avez bien avant alors les gens vivent plus longtemps et mieux qu'avant Hein, les gens vivent plus longtemps et mieux qu'avant. Plus longtemps. Voyez ça, plus que longtemps. Là, plus longtemps et mieux qu'avant. Et là, on a dit deux adverbes. L'adverbe le premier, qui est longtemps, et mieux que avant. Les gens vivent plus longtemps et mieux qu'avant. Jumla D. عندي فيها التساوي. Pierre lit moi, mais ma mémoire est plus et l'adjectif bonne la sienne. Alors, Jean, Pierre, pardon, lit Moi, égalité, mais ma mémoire est plus et bonne et la sienne. Meilleur, ma mémoire. C'est ma mémoire, féminin. Meilleur avec E. Là, je dis pas autant. Les annahuna, lire. Je n'ai pas un nom. Pierre lit si bien que moi. Aussi bien que moi. Et ma mémoire est meilleure que la sienne. Pierre lit aussi bien que moi, mais ma mémoire est meilleure que la sienne. Je me la... Il y a... Et moi, accident le week-end dernier. Je relis la réponse précédente. Pierre lit aussi bien que moi. Mais ma mémoire oui voilà c'est bien Jihan il y a eu moins d'accidents que le week-end dernier il y a eu moins d'accidents que le week-end dernier et c'est très bien طيب هناك صفحة ثانية من التمارين إذا ضغطتم على رقم 2 الذي هو في يعني في قاع الصفحة هناك رقم 2 قرب رقم 1 وستعطيكم صفحة ثانية وهذه تمارين حلوها يعني لوحدكم La réponse de la phrase D La phrase D, ça veut dire la...
Non, je retourne. Je vais voir. Alors, je dis, Pierre lit moins. Là, ici, vous avez l'égalité. Pierre lit aussi bien que moi, mais ma mémoire est meilleure que la sienne. Alors, Tamarine, les safhat thaniya, donc vous allez les faire tout seul pour vous entraîner. Wa tabi'at al-hal, عندكم le corrigé. في نفس الصفحة هناك كوريجي، اضغطوا على الكوريجي يعطيكم التصحيح لما تقومون بحل التمارين. أولا حلوها من غير ما تشوفوا التصحيح، وبعدين شوفوا التصحيح عشان تتأكدوا من وي سي لا باج 2، لو ديفوار سي سور لا باج 2. فوالا، وإذا أشكركم على انتباهكم، ميرسي بور فوتر أتونسيون. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous tous et bonne nuit. Au revoir.